الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 5 حاويات تحتوي على مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة. وقالت هيئة المنافذ إن المواد المضبوطة شملت ماكينات خياطة بكامل محتوياتها وغرف نوم خشبية ورول قماش وبطاريات وملابس مستعملة. وأوضحت أن جميع المواد تجاوزت المدة القانونية المسموح ببقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة. شكا مزارعون في محافظة واسط من انعدام مياه السقي بسبب الانخفاض غير المسبوق بمناسيب المياه في المناطق الزراعية. وأقر مسؤولون حكوميون في المحافظة بأن ناحية واسط الواقعة في جنوبي العراق تتعرض إلى شحة مائية شديدة غير مسبوقة نتيجة انخفاض مناسيب المياه في نهر الدجيلة، ما أدى إلى توقف محطات الماء، مشيرين إلى جفاف الأنهر الفرعية المغذية للأراضي الزراعية التي يتم رفدها بالمياه من نهر الغراف. هذا ويؤكد مراقبون استمرار إيران في قطعها للمياه عن العراق، ما تسبب بأزمة حادة نتج عنها تقليص مساحات المزروعة في البلاد بنسبة تصل إلى 50%. أبرمت تركيا وأوزبكستان 10 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات المختلفة. وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة طشقند بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيويف عقب اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وتم التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية بين تركيا وأوزبكستان من قبل وزير التجارة التركي محمد مش وسردار أومار زاركوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البناء بين وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي التركية ووزارة البناء في أوزبكستان. قال صندوق النقد الدولي إنه يوشك على خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما أن هناك مخاطر ركود تبرز في عدد متزايد من البلدان. من جانبه قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن غزو روسيا لأوكرانيا يفاقم ضغوط التضخم عبر رفع أسعار الأغذية والطاقة والسلع الأخرى، لافتا إلى أن بلاده تشهد بالفعل تضخما مرتفعا للغاية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الخطر الأشد يقبع في أوروبا حيث ترتفع فواتير الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية، كما وأن أسعار الغاز الطبيعي في القارة أعلى ب6 أضعاف مما كانت عليه قبل عام، وتكلفة الكهرباء تزيد ب5 أضعاف تقريبا. أما عن النفط، ارتفعت أسعار النفط متخلية عن خسائر الجلسة السابقة وسط شح المعروض، حيث أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بحدة الأسبوع الماضي، على الرغم من آمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وارتفعت أسعار برنت $1.14 إلى $111.37، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $0.94 إلى $105.18 للبرميل الواحد. متابعة ممتعة مع أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.